وباقي سخون اختي ديال اكسيون. جيب لكم شبيكه ديال الخبز واعرين الاخوات واعرين، جيبهم لكم اختي في النوار وجيبهم لكم البنات في البيض واعرين. اختي ديري فيها هكا الخبز وتحطيها فوق الطبله، عرفتي الشكل ديالها كيجي اليغون الاخوات. ما تاخذي لي هذا السيروم من اكسيون الا كان العمر ديالك من 25 سنه للفوق ضروري اختي تستعمليه. هذا اختي مصايب من الكولاجين، فيها اختي الكولاجين اللي حنا النساء كنفقدوه من ابتداء من 25 عام البنات. هذا اختي كننصحك ديريه للبشره ديالك، عرفتي راه واعره البنات. وشوفي لي الثمن ديالو غير قروض 69. هاد اللبسه هادي واعره واعره، كتجي البنات فيها اللوينات كاملين 25 اختي لونسومبل، فيها القهيوي، فيها البنات النوار، فيها البوردو، فيها بلو مارين، وفيها حتى الخزي ميليتير ديال ختكم بشرى. عرفتي شوفوا ليا الكرتونه ديال مطيش البنات غير 5 اورو، هادو هما المشتريات ديال ختكم بشرى اليوم اختي من المارشي. البنات ماطلات باقيين جداد، ماطلات باقيين جداد الاخوات، ديري ليهم 50 اورو يا البنات، 50 اورو يا البنات. فوقتهم يا البنات هاد الكفرليات هادو، عرفتي كيجيو سخيخنين الاخوات وفيهم ما شاء الله لي طاي كلهم يا البنات. وديري لهم ليكم بروموسيون هاد السيمانه من الفوق البنات، مرخص من الماكياج اختي ديال اكسيون. عرفتي شوفي لي هاد الباليت هادي كتجي فيها 21 البنات، 21 لون، وكتجي اختي بالمرايه ديالها. شوفوا لي الثمن ديالها وغير 3 اورو 99 اختي. شي ماكينه ديال الصابون عرفتي باقا جديده ما شاء الله يا البنات، عرفتي ديري ليها واحد الثمن خيالي. شوف البنات باقا جديده هانتوما بحال تيستاوها، فيها 7 كيلو البنات، ديري ليها ثمن واعر. الشكل ديالهم البنات ديال البنيتات غير اللي ما باغيش برع بنيتاتو. عرفتي هذا الموديل هذا كيجي خطير البنات وسخيخن، كاين حتى هذا الموديل هذا حمقني. هانتوما يا الاخوات غير اللي ما بغاش يبرع وليداته. شي فران انا جبتو لكم البنات، عرفتي واعر الاخوات. شوفوا ليا عرفتي راه باقي جديد، باقي جديد. ديري ليهم اسمنه مناسبه اللي خاصها شي ثلاجه، عرفتي راه عندهم كلشي البنات باقي جديد ونقي. وديري ليهم اثمنه خياليه يا الاخوات. البنات كي دايرين لاباس عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير بألف صحة وبألف عافية. غتقولوا فين هادي تاني؟ اش من طريق اختي شادة؟ الموزونة ديالي اختكم بشرى من اللي دا الملاغ بغي اختي جيت لطرار والله البنات. مشيت ديت اختي المشتريات ديالي اللي تقديت هاد الصباح هذا اختي الباغباكيو داكشي اللي تقديت البنات ديته للدار، عرفتي خليت بدات الشميشة كتخرج البنات. عرفتي وصلت لطرار ما شاء الله لقيت الشتا يا البنات، وبدلت المونطو مع جاني الصادف المونطو اللي كنت لابسها الصباح سخون، جيت البنات كنتفاجأ لقيت هنا اختي الشتا. والله البنات جيت لطرار كيعجبني اختي السوق ديال طرار. اليوم الخميس بغيت ناخد هكا خضيره يا اختي ناخد نتقدى شويه، بغيت نمشي للمارشي، بغيت نمشي لاكسيون وندير حتى شي دويره في ايمايس. المهم غير فين ما مشيت غنديكم معايا، خليكم معايا وما تنساوش لي اختي واحد جيم، كنبغيكم بزاف يا احلى اخوات. بركه الله اخواتي الجوله ديالنا كيف كتعرفوا على الدخله اختي اكسيو كيحط لكم البنات لا بروموسيون ديال هذه السيمانه هذه. عرفتي حاطين كوفرليات واعرين الاخوات وجابوهم لكم اخواتي فوقتهم. كاين هذا الموديل هذا اختي، هذا راه ديال بلاصه واحده، دير له 17 اورو 95. شوفوا لي البنات العبار ديالو فيه 140 على 200 الاخوات، كوفرليات بيضين. كاين هذا الموديل هذا، هذا اختي فيه 200 على 200 ديال دو بلاص، يعني ناموسيه ديال جوج الناس كبيره، دير لاختي 21 اورو 95. حاطين هذا الموديل هذا البنات اللي كتشوف فيه السيده، هذا فيه 240 على 220، هذا اختي ناموسيه كبيره ما شاء الله، 240 على 220 ديروا له اختي 28 اورو فاصله 95 اخوات. هاد لي باليت هادو كيجيو غزال ما شاء الله. شوف البنات شحال فيهم من لون، 21 اختي لون، 21 لون، وكيجيو البنات بالمرايه ديالهم، ديروا لهم 3 اورو 99 حتى هاد السيرومات هادو راه داير لهم لا بروموسيون هاد السيمانه. هادو راه شي حاجه زوينه يا البنات، وخصوصا هاد الاورونج هذا انا كنصحكم الاخوات تستعملوه لانه فيه الكولاجين. يعني الاخوات يعني ابتداء من 25 عام تقدري تبداي تستعمليه، لان كاع حنا لي فام البنات كاع من 25 عام من الفوق تنبداو نفقدوا هذاك الكولاجين البنات. هذا زوين البنات للوجه. كاين هاد الاورونج هذا تقدري تاخذيهم بجوج بثلاثه وديري هكا كتغذي البشره ديالك اختي، هذا ديال الكولاجين. وكاين الاخوات هذا راه فيه فيتامين او، هذا البنات حتى هو راه فيه فيتامين او، راه داير لهم لا بروموسيون البنات غير قروض 69.
هاد البانداج هادو انا ديما كناخذهم للوالده ديالي شي حاجه واعره. شوفوا لي الاخوات دير لهم غير 3.39 غير هما البنات ردوا البال، راه فيهم لي طاي، راه كاينه الام بالال، كاينه الال اكس ال، فهمتوا الاخوات؟ على حسب الركبه ديالها انا كناخذهم ليها كيزيروا ليها على الركبه ديالها، حيت الوالده ديالي كضرها الركبه ديالها. الاخوات ديما كناخذهم، راهم بروموسيون البنات، الا بغيتوا تاخذوهم هكا لوالديكم ولا راه داير لهم غير 3.39. اخت دابا قالت لي اختي بشرى واش هاد الشبيكه هادي نقدر ندير فيها الخبز؟ قلت لها لا الحبيبه ديالي لا لا حوجك، هادي اختي ماشي ديال الخبز، اجي اختي نوريك الشبيكه ديال الخبز كي دايره. ها هما البنات الشبيكات اللي جايب لكم اكسيو ديال الخبز، شي حاجه واعره يا البنات. كاينه اختي في النوار، شوف البنات كتجي الشكل ديالها اليغون غزال اختي، وكاينه في الابيض. ها انتما يا البنات شوفوا لي الجديد كيحمق. شبيكه اختي ديال الخبز قلت لها خذي هادي، هادي اللي زوينه، ما هادي اختي راه ماشي ديال الخبز. تهز لك اختي قلت لها هادو غادي عجوج مرصويات وما عجبنيش الشكل ديالها البنات. هادو اختي ديال الخبز، هادو شي حاجه واعره. شوف اختي الثمن ديالهم 3.29. البنات كنلقى هاد الكاسرونات هادو عرفتي شي حاجه واعره يا الاخوات، فنين ودير لهم واحد الثمن اللي رخيص بزاف يا الاخوات. خاصني الشطابة الشيته ديالي باش كندير في الدار، جيت البنات خديت هادي هي ركبت ليها عصا حيت بغيت نبدل حتى العصا ديالي. شوف البنات هادي ديما كناخذها اختي انا من اكسيو، زوينه يا الاخوات. نقول لكم الثمن العصا ما شاء الله طويله يا اختي. شوفوا لي البنات كاين فيها هاد اللون هذا اللي غناخذ انا باذن الله، وكاين البنات فيهم حتى هاد الكري هذا. راني بديت كنشطب، راه شطبت لهم هاد المورسو كله البنات، شطبتو لهم جربتها ولكن كناخذ هادي ما نكذبش عليكم البنات، هادي هي اللي كناخذ انا. ثمن رخيص البنات، جوج الاورو 49، جوج الاورو. وبالنسبه لهذا سميتها العصا ديالهم البنات هما ما عرفتش دايرين واش هو هذا الثمن ديالها. شوف البنات الثمن ديالها اورو 49 جو بونس البنات، ولا ما عرفت جوج الاورو 49. هذه دوميتر تقريبا هي هذه، لان طويله العصا البنات طويله ما شاء الله، جوج الاورو 49 وكتبقى لكم شيته زوينه. حتى بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الكراطات، ها هما يا البنات راه ما تكرط لي عشاق التكرات بحال اختكم بشرى، راه ثمنها ما غاليش اختي غير جوج الاورو 49. معكم البنات واحد الحاجه زوينه انا ديما كناخذها من اكسيو، هما البنات هاد البونجات هادو، هادي اختي راه بونجا ماجيك الاخوات، والله الا ماجيك. انا اكثر حاجه كنستعملها البنات للكتابه ديال الحيط، حيت انا الحيوطه ديالي كلهم البنات مع وليداتي صغار كيكتبوا لي البنات في الحيط، عرفتي؟ هادي راه زوينه يا الاخوات، كديري فيها غير الماء ياك اختي، وكتبقاي تمسحي تمسحي تمسحي، وكتمسح لك البنات هذاك الكتابه ديال الستيل والكتابه ديال القلمات، ومن بعد كتشدي واحد السربيته هكا كتفزكيها وكدوزيها على الحيط. والله هي البنات الا بحال كتكتبي زوينه هادي، وكديري بها اي حاجه، كتنقي بها شو البنات، يعني ديري بها البيبان، ديري بها الثلاجه، ديري بها اي حاجه. زوينين البنات اللي الثمن ديالهم ما غاليش غير اورو 99، كيجيو فيها جوج ديال البونجات. كاين هذا الموديل هذا ديال اورو 99، وكاين حتى هذا الموديل هذا فهمتوا البنات، هذا دايرين فيه اربعه، هذا اربعه داير غير اورو 12، يعني البنات راه حتى هذا كيمسح فهمتوا، حتى هذا كيمسح فيه اربعه، يعني نفس الخدمه اللي كدير. هادي كديري بها حتى لي باسكيت الا كانت الباسكيت ديالكم مسخه، الكراسه، اي حاجه البنات. هادو كيجيو شويه رخص، انا كناخذ هادي اكثر يا البنات، زوينه والله. اورو 99 الا بغيتي هكا الرخه، هذه فيها اربعه، اورو 12، وكاينه هذه اللي كتجي كاع اكثر. هادو البنات والله حتى زوينين، خصوصا اللي عندهم الوليدات كيكتبوا لهم في الحيط فهمتوا البنات. هادو كتجي فيها ها انتم البنات 10 ديال لي بيس، جوج الاورو 49. علاش هادو البنات اول مره كنلقاهم؟ هادو اختي الشكل ديالهم كيجي غزال، وكيجيو فيهم هاد العويدات هادو، كتخشيهم باش كيعطيو واحد الريحه الزوينه. والله يا البنات الا وي ميرسي عرفتي البنات، باش الريسبونسابل دابا الاخر رجع جا الريسبونسابل ديال الاكسيو. الاخوات كيف كنقول لكم ديما، والله يا البنات الا الناس اللي خدامين هنا الله يعمرها دار تعامل زوين، وفاش كتكون شي حاجه ديما كيوريوني. المهم البنات عرفتي فاش دخلت صاحبتي قالت لي بشرى بارطاجي مع الاخوات هذا، راه قالت لي من الجديد، قالت لي زوين فيهم واحد الريحه واعره. شوفوا البنات هادي كتجي قرعه كبيره ما شاء الله، الثمن ديالها 6.95، كتجي كبيره. وكاين هذا الموديل هذا البنات اللي كيجي بالعويدات، كيجي الشكل ديالو غزال، هادو دير لهم نافوغو 69 هادو، ولكن البنات عرفتي شكلهم غزال وفيهم واحد الريحه واعره يا البنات.
موديلات هادو الاخوات اللي كيجيو غزال كيجي بحال الشكل ديال يعني كادر هكا ديال فيلم كديرو هكا تصاورات ولا، ولكن هو كيجي الداخل ديالو هكا وريضات، هذاك الورد اللي كيجي ناشف الديكور ديالهم كيجي غزال. البنات الثمن ديالو 2.99 €. كاين حتى هذا الموديل هذا كديري فيه تصاورات شغل ناض الشكل ديالو كيجي غزال. كنقولها لكم ديما كتاخذي التليفون ديالك، من التليفون ديالك كتخرجي تصاورات رخاص اختي، اما من كتخرجيهم مرات كلك تمشي عند الصوار، يعني تقدر تطلع لك التصويره ب 50 سنتيم التصويره فهمتوا، وكتاخذي تصاورات هكا ديال وليداتك ولا لافامي ديالك وكتدي ليه العبارات وهو كيخرج لك التصاورات عرفتي، ويجيك واحد الكادر واعر بثمن مناسب. هذا اختي الثمن ديالو 5.95 €. اختكم بشرى خرجت من اكسيو دابا عرفتي، ما شاء الله يا اختي لقيتهم زهري البنات. المهم غنمشي للمارشي دابا خصني نشوف واش كاينه شي خضيره، واخا هكاك راه غادي كنزرف راه مشى عليا الحال البنات. قالت لي البنت صاحبتي اللي خدامه هنا اكسيو، قالت لي علاش بشرى ما كتقديش اللحم من عند الكزار اللي كاين في المارشي، ولا عمري البنات ما تقديش من عنده. قالت لي راه عنده لحم زوين، قالت لي ورخيص ديما كناخذ من عنده. قالت لي المهم الا لقيتو البنات باقي حيت غادي شويه معطله، الا لقيتو باقي راه غنصور لكم عنده ونشوف اختي واش كاينه شي خضيره واش كاينه شي ميزة. اخليكم معايا اللي لقيتها نبارطاجيها معاكم. لقيت هنا في المارشي كيجمعوا يا الاخوات عرفتي، هذا السيد هذا كيكون عنده صبيبات وارين عيب خيتو يا البنات جمع. عجبوني هاد الليبوط هادو ديال البنيتات 20 €. ها انتم يا الاخوات اللي باغي تبرع كاين هاد الموديل هذا، كاين حتى هاد الستيل هذا عجبني، هادو تا هما حمقوني ديال البنيته ربي يحفظك الزين. هادو البنات 15 € اللي باغي اختي شي لبوط على حسا ياك عندك لي طايف هذا. هادو البنات راه عنده لي طايف 15 € اختي، غير اللي ما باغيش يبرع وليداته حتى هي اختي تبرعي، راه عنده موديلات واعرين يا الاخوات. واش غير اللي ما باغاش تبرع ميمتها، هادو اختي راه ديال الميمات ديال عرفتي واعر، انا خديته ب 30 € يا الاخوات. هنا اختي قال لي 20 €، هاد الموديل 20 € وهاد الموديل قال لي 15 €. شوف اختي كي تيجي واعرين واعرين عرفتي، الوالده ديالي حمقها يا البنات فنين عرفتي، عنده موديلات غزالين هادو غير 15 € يا البنات. الرخا والرباخه شوفوا لي هاد الموديل هذا كيجي بالقب، ها انتم يا الاخوات واعرين المارشي ديال طرارة البنات، وهاد الموديلات راه كاينين في المارشيات كاملين. عجبني هذا ديال الكابوتش انتما يا اختي غير اللي ما بغاش يتبرعوا فيه اللوينات. هاد لونسومبل تعجبوني قال لي 30 € عرفتي واعرين كاليتي غزاله. شوف البنات كيجي لونسومبل ها انتما هي الاخوات ها عرفتي، راه من هنا البنات ملي خدين هذوك لونسومبلات اللي عجبوكم راه المارشي ديال طرار راه واعره البنات. كاين حتى هاد لونسومبل هذا شو اختي كتجي لافيست، شوف البنات راه كيكونوا واعر. هذا هي الاخوات هذا 3 بياس كيجي تريكو وكيجي هذا الجيني من الفوق البنات وبالسروال ديالو ها انتما هي الاخوات. وكاين هاد الموديل هذا كيجي تريكو، شوف البنات عنده اونسومبلات يعني المارشي ديال طرار هاد السيد كيكون جودي البنات، الا جيتو صامدي ما غاديش تلقاوه كيكون جودي عرفتي. عندك سيوات واعرين قال لي 20 €، قال لي ديال 10 € راه جمعتهم 10 € جمعهم، هادو 20 € قال لك نخليهم لكم ب 15 €. غير جيو اختي 15 € كلشي لبسوا يتبرع. شوف البنات هادو قال لي 15 € 15 €. هاد الموديل هذا تا شوف كيداير موديلات واعرين البنات، شوفوا لي ما شاء الله الموديل هذا شحال عجبني ها نتوما. بالنسبه للاخوات محجبات عرفتي كتجي غزاله قال لي 25 € كتجي البنات الفوقاني وكتجي السروال ديالها عرفتي. هاد السيد كيعجبوني الحويجات ديالو، شوف البنات شحال عريض. يعني بالنسبه للاخوات محجبات عرفتي البيسات واعرين قال لي البنات 25 € راه كينقص يخليها لكم غير 20 € زوينه يا الاخوات. هاد الموديل تا هو في الباج شفتو، موديلات غزالين البنات 20 € 20 € فنين ها نتوما يا الاخوات. شفتو كاين حتى هاد الباج هذا زوينين. هاد الموديل هذا ها نتوما يا الاخوات قال لي 25 € يا البنات 25 € لونسومبل زوينه فيها اللوينات. هيا هزات هاد البنت في الخزي، شوف البنات واعره بالصحه والراحه، كاينه في الخزي وكاينه البنات في القهيوي، كاينه في النوار وكاينه في البوغدو ها نتوما، وكاينه حتى في بلو مارين ها نتوما البنات 25 €. كنا للمارشي ديال الخضره لقيت واحد الكاجيطات ديال المعطيشه ما عرفتش البنات شحال كيقول لهم. سلام الزين سلام، شحال اختك شحال كيقول الكاجيطات السوق شحال؟ 5 €. سي فغي 5 € ناخذ وحده 5 € البنات الكاجيطه ديال المعطيشه الرخا والرباخه. الخضره كي دايره ما شاء الله، ناخذ البروكولي يعني 5 ديال البلاطو ب 10 €، 5 ديال البلاطو. شوف البنات القزبر والمعدنوس ماشي 5 ديال البلاطو، ها انتم هي البنات الحريره الحريره اديروا في الكونجيلاتور ما يخسرش. شوف البنات 5 ديال البلاطو ب 10 €. جبتيني اليوم بصح علاش؟ علاش حبيبه؟ علاش؟ شويه يا حنانه شويه ديال ليدل ربي حنانه
ما بقيت لا راه لي دسر عرفتي حاطينها بكنزو والله تا واعره عرفتي متتبعه ديالي قلت لي حمقتيني في الشوايه البنات اللي حطيت لكم اليوم الصباح جيت كنحط حطيت جوج سيكان ديال البطاطا مطيشه شوف الاخوات وحط حتى هنايا كاجيطات ديال الليمون دير لهم 10 اورو ديزوغ البنات كاجيطه ديال الليمون ديزوغ الفلفله كتحمقني هاد الفلفله البنات ديال القليه الاخوات غناخذ هادي الفلفله ديال القلي وبودنجال هانتوما البنات عرفتي زوينين هانتوما حط القرعه الاخوات شتو زوينه عندو حتى الفلفله حاره لقيتها سالات ها هي تحيه لاختي كون كانت كون خديت لي انا ما كناكلش الفلفله حاره بزاف شو البنات البلاطويات كاينه بطاطا الحلوه شو البنات هانتوما هادشي اللي خديت انا اليوم خديت الاخوات جوج ديال البودنجال جوج ديال البطاطا الحلوه هاد الفلفله كتعجبني ديال القليل بسباس خديت جوج سيكان ديال البطاطا وهنا خديت القزبر والمعدنوس هانتوما البنات انا كنيلو وكنديرو في الكونجيلاتور هادي راه غير 5 اورو البنات ديال المطيشه هادو هما المشتريات ديالي انا غنقول لكم شحال خلصت فيهم حتى هاد الكاجيطات هادو ديال الشامبينيون دير لهم غير 4 اورو يا البنات شوف هانتي كتجي زوينه باقي جديده البنات 4 اورو الكاجيطه كلها عقبت زبت البنانه الاخوات هادشي كلشي خلصت فيه 30 اورو البنات 30 اورو قولوا لي واش 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 غالي ولا رخيص 30 اورو البنات فهادشي كامل جيت اختي الايمايس كنلقاهم حاطين البنات ماطلات جداد هانتوما البنات عاطينهم ليهم باقيين جداد في الكرتونه داير ليهم 50 اورو وقالت لي واحد الاخت بحرها خديت دجاج خدات جوج ماطلات قالت لي خلاوهم لي ب 80 اورو عرفتي يا البنات ماطلات في الكرتونه كنقولها لكم ديما ايمايس كتلقاو فيها البنات داكشي واعر ماطلات واعرين البنات شوفوا كيحمقوا كل وحده بالعبارات ديالها كاينه هذه فيها 80 على 200 كاينه فيها هذه 90 على 200 فهمتوا البنات العبارات كلهم عرفتي باقيين جداد الاخوات 50 اورو 50 اورو يا البنات حاط نشوف حاطين دي باسكيت زويونين ديال الوليدات هادو ديال البنيتات جوج الاورو جوج الاورو يا الاخوات عرفتي راه حاطين ما شاء الله شوفوا لي هاد الصناديله هادي هانتوما هي البنات ديال الوليدات النمره 28 هادي المهم تخشى البنات تصبر فهمتوا البنات زوينه يعني يخليها لك باورو والله يتفنيونا باسكيت باقيين يعني زوينين لا ماركه البنات هانتوما شفتوا باسكيطات عرفتي داير له هذه 4 اورو ولكن راه ماركه كاينين هاد الصبيبطات هادو راه كيكونوا ميديكال البنات هادو ميديكال 5 اورو هادو كيكونوا ديال لا فارماسي هادو شو البنات 3 اورو النمره 43 عجبني هاد الكنابي هذا عرفتي غزال ما شاء الله واعر واعر عرفتي شو زوين وباقي جديد الاخوات كيجيب هذا ديالو واعر هانتوما يا الاخوات زوين زوين وباقي جديد راه كنقول لكم كتصيدوه ميزات واعرين البنات هنايا في ايمايس قال لي 180 اورو 180 اورو عرفتي البنات هذا يعني دري لي حتى واحد الغسلات غسليه مزيان الاخوات عرفتي راه زوين وكيجي عريض البنات 180 اورو الموديل هذا كيجي ديال الكوير كاين فيه هذا كاين فيه هذا البنات راه كتجي البنات ايمايس كتلقاي حويجات زوين كتلقاي حويجات ما زوينينش عجبني حتى هذا الموبل هذا هذا زوين كيجي غونج مول البنات حتى هو غزال والله البنات الا غزال راه ماشي مهرس راه هكاك داير فهمتوا البنات شو الستيل ديالو كيجي غونج مول ها نتوما الاخوات شفتوا كاين حتى هذا ايوا نسدوا البنات مزيان كاين حتى هذا الموبل هذا عرفتي الناس راه ما كاين غير هز هز الاخوات كاين حتى هذا الموبل هذا شو زوينين هادو راه تمشي تشريهم من المكازار شريهم بالثمن وهنا راه يخلي لك ب 10 اورو 20 اورو كاين بزاف هكا كاينين هكا طويبلات بالكراسه ديالهم شوف البنات حاطين واحد لا ماشين هانتوما اللي خاصها اختي شي ماكينه ديال الصابون فيها 150 اورو باقا جديده ما شاء الله 150 اورو فيها 7 كيلو 7 كيلو يا البنات شوف باقا فازقه هانتوما البنات مجربينها يعني حتى كيتيستيو الحاجه عاد كيطلعوها 150 اورو البنات الثلاجة تشوف هاد الفران هذا تا هو باقي جديد هانتوما يا البنات ديروا له 70 اورو واعر واعر الاخوات شو كيجي بلاطه ديالو هانتوما البنات يعني تغسلوا واحد الغسله زوينه يعني باقي نقي البنات شوفوا نقي هانتوما يا الاخوات شوف فيه على حساب ثلاثه ديال الطبخات هانتوما ولاطه وحده ديروا له 70 اورو البنات 70 اورو عرفتي راه كنقول لكم كاينه هاد الثلاجه هادي ديري لها اختي زوينه هادي ديال فيها الكونجيلاتور دير لها 80 اورو 80 اورو البنات عرفتي راه كنقولها لكم ديما ايمايس راه كيكونوا فيه ميزات واعرين يا الاخوات الفيوز هذا البنات شوف شحال غزال هذا الفيوز هذا دير في الشومبره ديال ولدك ولا عرفتي زوينين وهذا الشيء كاينين اللعاب البنات شوف
بزاف كاين طخونتينات لعاب الوليدات هادشي غير اورو 50 سنتيم دو اورو كتلقاو حويجات واعرين على البنات. اللعاب هنايا شو هذيك ديال الجولف زعما اللعاب هنا ايميس والله ما تشريوش لوليداتكم يعني راه كيكونوا لعاب واعرين باثمنه خياليه الاخوات والله فلايص اخرين دايرين الثمن وهنا راه كتلقيها انت شوفي غير جوج الاورو واي حاجه ما كيطلعوها حتى كيتستوها البنات كلشي خدام حتى حاجه حتى واحد ما باقي كيقرا كلشي خدام. بغيت انتما شريت هذه ديال باش كنقي الزاج باش كتنقي الزاج زوينه يا البنات خليها لي ب 3 اورو شو الاخوات هانتوماها كتجي زوينه باش كتنقي الزاج قلب نقلبناها دابا في جوجل دايره 34 اورو والله البنات يلا 34 اورو شو لا مارك ديالها واعره خليها لي ب 3 اورو شو الاخوات قلت لي شنو شريت ما غاديش نشدك هانورا تيقولوا لي صحباتي واش هويتينا واش راجي خصني نوريو المشتريات ديالك وانت جبدي عاونيني يا صاحبتي انت مالك يا صاحبتي نوريو غير البنات حل جبد ناري شريت البنات لاباري ديال طونسيو صافي انا ما بغاش تجبد لينا شوفوا الاخوات لاباري ديال طونسيو هي ب 5 اورو باش خلاها لها راه كنقول لكم اي مايس البنات فيه ميزات واعرين لاباري ديال طونسيو ب 5 اورو هاك الحبيبه الله يشافي لك الوالده ديالك تلقي حويجات ديال الوليدات دير لهم 50 سنتيم كلشي 50 سنتيم عرفتي كتلقي حويجات باقي ما ملبوسينش سريولات البنات 50 سنتيم جينات 50 سنتيم شوف الاخوات هادو ديال من زيرو تال 36 موا كلشي البنات دايروا له 50 سنتيم 50 سنتيم الاخوات دافاست حويجاتهم نقيينه البنات شوف شحال زوينه هادي هانتوما البنات كلشي كلشي 50 سنتيم ديال الوليدات شوف البنات لا مارك هانتوما 50 سنتيم هذا ولا اورو 50 سنتيم شتو يعني كتلقاو حويجات كتجيو كتقلبوا وكتلقاو حويجات زوينين البنات شتو كاينين ديال الوليدات كاينين ديال الرجال كاينين كومبليس ديال الرجال كاينين دافيس حويج ديال لي فام شوف هاد السيده كتقلب في هاد الكسيوه هادي شحال زوينه عرفتي طويله على زوينه باردون وي وي زوينه الى كوميا شنو صغيره وشو البنات شحال زوينه هاد الكسيوه هادي راه كتلقاي شوف وطويله من اللور وقصيره من القدام فني ونشكل ديالها في الصحه الصحه كاين سريولات شوفوا البنات هانتوما كولونات ديال الخيط حويجات عرفتي راه اثمنه شوف بحال دابا السريولات هانتوما دايرين لهم جوج الاورو البنات اثمنه خياليه.